بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قسم لي بوحد سبع أو بشكول لسواني أو بجفت وطاق أو بشفواني شكل روانشين. هل في ذلك قسم لذي هجر؟ يقينا فدي اوقات ذكر شوكي لو يحصد خاندان ذاق الرام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ آية نبوري سرنجي كارو قصة ربدا جانو سرام. إرام ذات العماد شولاد إرمو وخاندان دستنوم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. داس قوم نری پیدا شی دای پشان پخارن کی. وسمود الذین جابوا الصخر بالواد. آسم جان چی جوڑولی بے گٹی پ میدان مخلو. وفرعون ذی الاوتاد. وفرعون جخاوند میخونو. الذين طغوا في البلاد. لا طولوا چه سرکشی کڑوا پخارنو کی. فاسروا فيها الفساد. نو دیر کڑوا پائے کی فسادنو لران. فصب عليهم ربك صوت عذاب. نورات وکاس فدیوانی ستارب چا کروڑ دازاب. ان ربك لبالمرصاد. یقیناً ستارب دیتا پزید انتظار کی. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. نارچ انسان کلچ ازمی حکی بدوان رب دا نعزت ولور کی و نعمتون ولور کی. دیوائی رب زما زما عزت کرے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن. او کل چیز میں حکی بدوانے نتنگ کی بدوانے رزق دادم. دیوائی رب زما زما سپکوالے کرے. کَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. چرے راسی ندام بلکہ تاسو عزت نکوئے دیتیم. ولا تحاضون على طعام المسكين. او تیزی نور کہے تاسو قرآن دا مسکین. وطاکلون الطراس اکلا لمان. او خرے تاسو مالنا دمڑو وقرلو دہر السرام. وتحبون المال حبا جما. امین کرے تاسو دمال سر امین ڈیرا. کلا اذا دکت الارض دکن دکان. داسین نہ بکار کلچ ہموار بکڑے شی دازمکا اپ ہموار والی او بیا ہموار والی. وجاء ربك والملك صفا صفا. اراد شيستا رب وملائك صفنا صفنا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. اراد شيشي بدي رضواني جهنم. وضار با نصیحت قبلی ار انسان خود کم دین وی دل نصیحت.
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وائی بدے ہے ارمان دے ما مخیامن رالے گلے دپار دیبن فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ نبدا رضبان عذاب نور کی عذاب اللہ تعالیٰ لرئیسو وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ انا بطرل کی طرل دا رئیسو یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا یقین کو ان کیا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا اگر ذاق بلبتا خوشالا خوشالا گڑے شے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نو داخل شا زما بندگانو کیا داخل شا زما جنتا